طبعا يمكن انت كنت تقرا رساله من الاخ عميد يحيى رسول و نعم الان قبل قليل توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحه واضحه، السيد رئيس الوزراء باستمراريه اعطاء الاستثناءات للجهات او الفئات اللي مشموله به. وايضا قبل ما ندخل الاستوديو كنت اتكلم مع الاخ قائد نائب قائد عمليات بغداد في نفس الموضوع والعاجل اللي ظهر من خلال قناة العراقية. هنا خلينا نعطي عذر المن لرجل الأمن وأيضا عتب على بعض المؤسسات الإعلامية. رجل الأمن موجود في الشارع على مدار 24 ساعة سواء في بغداد من خلال وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد أو في المحافظات ويمكن اللي موجودة فيها تشكيلاتنا الأمنية، وعمل مستمر. تعرف مجمل القضية أنه حضرت جوال شامل في العيد. نعم. هاي منتهي من عنده. عندنا أكو مشاكل، خلي اليوم احنا نتكلم بكل صراحة. هو أنا ليش قلت لك توضح لنا؟ حتى أيضا الزملاء. نعم. الإعلاميين. نعم. في القنوات الأخرى في شبكة الإعلام يفهمون سبب الإجراء المفاجئ. في الفترة الأخيرة وإحنا ندقق مع الأخوة رجال أمن ونلقى مسميات جديدة طلعت لوكالات خبرية أو مؤسسات إعلامية ما سامعين بها قبل. وأخوان حاملين لباجات تعود لهذه المؤسسات لا شايفين الإعلام ولا ماسكين قلم ولا لهم أي دخل في جو الإعلام. حتى نكون صريح أكثر، أنت تقصد أكو ناس سوت باجات لوكالات؟ نعم، هاي مشكلة حقيقية، مو حقيقية حتى يستخدموها كاستثناء للتجوال. مع الأسف وعتب كبير جدا، ونعتبر هذه خيانة للوطن في مثل هكذا مرحلة، خيانة للأمانة الإعلامية والوظيفية والمهنية وللوطن.